نعم. هذه الأخت تسأل فضيلة الشيخ عن الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة ما هي شروطها وكيف تكون؟ الحياة الطيبة التي ليس فيها كدر وليس فيها مرض ولا موت، وهذا يكون في الآخرة ويكون في الدنيا أيضا، أنه يحيا على الطاعة وعلى العمل الصالح وعلى اليقين بالله عز وجل والاطمئنان. نعم. طيب،